وسيعلن يعني حكم المباراة هانيش خالد عن بداية هذا الجولة الأولى. خالد هانيش الحكم الدولي بالفوتسال. فريق الأسود الخبزة هجمة من الجهة اليسرى يسجل اول هدف هذه المباراة. كرة لا زالت للاسود، هجمة من الجهة اليسرى، زكريا بوال يفعلها ويقوم بها في هذه الكرة، يسجل الهدف الثاني للكوكب. ترجع قصي 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 في هجمة خطيرة ومعاد الكوكب متاخر برباعيه. اخر قصي يسجل الهدف الثاني. اشرف بوزلفه مع اوغردي، الكره تنوب والعارضه تنوب، الكره تضرب عن فريق اسود الخبازه. هجمه خطيره 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 خطيره، يضاعف الغلة خماسية نظيفة، بناء الهجمة بناء العملية. خطيرة 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 خطيرة. أنس الطيبي يسجل ثاني هدف هذا المباراة وثاني هدفه، وشريده دائما في دعم متواصل لزملائه، وتتغير النتيجة بسبورة النتيجة تصبح لفائدة فريق أسود الخبازات كما كانت لكن بسداسية. قلت بأن اللاعب الطائر يضيع فيها الكوكب المراكشي بهذا الهدف. سباعية نظيفة 48 هي الدقائق والثواني التي تفصلنا على نهاية المباراة. 7-0 حصة شاري ديوان السامي ديوان. سامي ديوان في ثنائية جميلة 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 جميلة، سامي ديوان دقائق وثواني قليلة لما دخل سامي ديوان، دخل في الجولة الثانية عطى الهدف الثامن لفائدة فريق أسود الخبازات. وعلى بعد متابعنا الكرام سبعة، إنه الحديث على محمد شريدو حارس عرين فريق أسود الخبازات. الهدف لفائدة فريق أسود الخبازات 9-0. الحديد هنا عن أشرف بوزلفة، أشرف بوزلفة يضاعف الغلة ويزيد من متاع فريق الكوكب المراكشي. 9-0 لفائدة فريق أسود الخبازات. إذا المتابعة وإعطاء أيضا الفرصة من أجل الاحتكاك يسجل هدفه الثالث في هذه المباراة والهدف العاشر. 10-0 لفائدة فريق أسود الخبازات. الكوكب المراكشي في هذه الأثناء تنتهي المباراة ب10-0 لفائدة أسود الخبازات على حساب فريق الكوكب المراكشي. كان معكم حمزة الولد من بعثة أخبار الفجر المغربية هنا بمدينة مراكش من قلب قاعة الزرقوني بمدينة مراكش. أضرب لكم موعدا في قبل الدورات ان شاء الله الى ذلكم الحين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكر الدراري اللي معرفوا الفرقه هذه اللي بانوا بواحد المجهود كبير. الحمد لله هذا المجهود ما جاش فراغ، ترينا ليه بزاف واستعدينا ليه مزيان، وطبقنا التعليمات ديال السي دريس الكوتش وديال المكتب. كان شويه ديال التحفيز، كانت الهضره في ليله الماتش اللي عطاتنا الانرجي باش نلعبوا هذا الماتش هذا مزيان. داكشي اللي جينا عليه داكشي راه تحقق الحمد لله.
الحين كما كتعرفوا مرينا بواحد مجموعه ديال النتائج السلبيه اللي خلتنا اننا نفقدوا الثقه في الحمد لله جينا عازمين باش ناخذوا ثلاث نقاط من قلبنا ديال مراكش. الحمد لله داكشي اللي كشاف. باش نبغي نشكر اللاعبين والطاقم التقني والطاقم الطبي والحمد لله ثلاث نقاط مهمه كنا في امس الحاجه. الرحمن الرحيم، بدايه كنشكر قناه فجر على هذا التغيير اللي عندنا في الفرق كاملين. بالنسبه للفريق ديال هذا السنه ان شاء الله احنا بغينا نديروا نقلبوا ما امكن، لحقاش اللاعبين عندنا كلهم 80% كلهم شباب باش يشدوا الماديه ديالنا. اما المقابله ديال اليوم كما شفتوا المقابله في الاول راك شفتوا كي بغينا جينا عازمين باش نديو ثلاثه نقاط وداكشي اللي وصلنا ليه. كنشكر اللاعبين ديالي على القتاليه وهذا جا على المجهود اللي سي اسبوع كامل قبل مور المقابله اللي هزمنا فيها. كانت اخطاء كلها شفنا كيفاش نتعاملوا معها والحمد لله توفقنا. الوقفه ما كانش سهله، راك كاين الطريق كاين العياء وكاين المبيت. المكتب تا هو تنشكرو صراحه قايم بالواجب ديالو والحمد لله هذه النقط ما جاتش هكاك راه بالعمل الاسبوع كامل. بالنسبه للمقابله تاع اليوم هي مقابله صعيبه لانه كنلعبوا حنايا وسط فازت لنا تقريبا قرابين بعضياتنا في النقاط. المقابلة كما قلتي لو ريزولتا ما كيعكسش المردود ديال الماتش لانه واخا النتيجة هي كبيرة، ولكن كما كتعرف الناس في الفوتسال كيعرفوا انه فاش كتخرج الحارس الطائر باور بلاي دونك يا اما غادي تماركي يا اما غادي تماركي. اليوم حنايا خادنا النجاعة الهجومية، ضيعنا لي زاكسيون بزاف دونك اضطرينا اننا نخرجوا الحارس الطائر ويعني ما توفقناش فيه اليوم. كنشكر اللاعبين على المردود اللي قدموا لينا، كنشكر مجلس مقاطعة المنارة على لي جيست اللي داروا معنا، وكنتمناو ان شاء الله في المقابلات اللي جايين. دابا سالينا لافاز ديال لالي، نحاولوا نوقفوا على النقاط اللي كانوا ايجابيين نحاولوا نطوروهم، والنقاط السلبيين كنحاولوا نخدموا عليهم باش نبداو الريتور ان شاء الله في احسن ظروف.